حبيبي. ضيف كده يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير، ويا رب يسعد مساءنا ومساءكم يا رب. مساء النور يا نور، مساء النور يا نور. ماشي. المفرش الجبلان ب50 جنيه والأسواني ب40. الضيف التوضيح ده هيبقى جميل قوي قوي، بنفرجه لكم يا جماعة بعد ما فرشنا الشغل. الضيف في حاجة يا جماعة؟ اللايف في حاجة يا جماعة بعد إذنكم؟ اللايف في حاجة؟ ده أنا قافل جوه بقى. الناس اللي معانا فين يا جماعة بعد إذنكم؟ علشان تشوف الشغل ده على عينه كده، على وضعه، على وضع بلاده. مفارش وانتيكات كل الأشكال والألوان. هنعلن عن المسابقة، أكتر شير، أكتر تفاعل. محل جدو ما يتوهش في محافظة دمياط، بلد الموبيليا والحلويات، بلد الحاجات الحلوة، شارع الشرباسي، محل يحيى جادو للمفارش والانتيكات. والحاجة اللي تشرفك، الحاجة اللي تشرف حضرتك، بحبكم قوي، التفاعل بيبقى حلو معايا، بحب الناس دي قوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، احب التفاعل يعلى معايا. طيب ونعيلة كمان حبة هنكسب بسم الله ما شاء الله حاجات حلوة. محل جادو دمياط القديمة، منتصف شارع الشرباسي، الشارع اللي كله حاجات حلوة، والشارع اللي فيه انتكات. الانتكات ده عند يحيى جادو، بس حاجاتها تعجبك. الاباجورات دي يا جماعة حاجة حلوة، اللي عايز يشوف الحاجات الحلوة يشرفني. وهنقول بسم الله ما شاء الله على نورك يا رسول الله. طيب كل الشغل ده بفضل الله موجود عندنا. طيب ولا مش قاعدين تقول فات ولا هتخليه ماشي؟ اقفل النت معاك. ده انا بقول له، بقول لها الناس اللي معانا فين يا جماعة؟ الناس اللي معانا فين؟ الناس فين يا جماعة بعد إذنكم؟ أنت فاتح النت بتاعك؟ إيه ليه كده؟ والله العظيم طب النت ماله؟ ماله؟ طيب الناس تحضر معانا كده يا جماعه بسم الله ما شاء الله. هنفرجكم الشغل بس كده لايف توضيحي، مش هنطول مش هنطول، عشان الناس اللي بتطبخ والناس اللي بتتفسح والناس اللي وراها مشاوير. عقبالنا مين؟ مين اللي مسافر؟ لايك ومتابع يا جماعه اللايف ده بعد اذنكم، لايك ومتابع على البيج. المشاركات مش حلوه، المشاركات مش حلوه. لو مشاركات حلوه طب الشبكه وحشه. ارجع 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 وثبت ايدك. هنطول مش هنطول، عشان الناس اللي بتطبخ والناس اللي بتتفسح والناس اللي وراها مشاوير. محل جاد دمياط القديمه، منتصف شارع الشرباسي، الشبكه وحشه. طيب ثبت ايدك. طيب اقفل معايا وتديني اللي معاك. ماشي ماشي.
الناس اللي معانا حبيبي ما بيسالوش كله، الناس اللي معانا فرق مش شبكه مش كله على فرق. طيب انت فعل فرق يعني معايا، وهنقول الف مبروك من دلوقتي. طيب اصحاب الميمنه اكتر تفاعل واكتر شير، مبروك عليها الاباشوره. باشا حاول تقرب نفسك او تطلع فوق ان الشبكه. عم الحاج تعالى. الناس اللي معانا فين يا جماعه؟ محل جيلكم دلوقتي قديمة منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدلية كده. تعالى عم الحاج. طيب انت كده باشا واحد واحد معايا. تعالى عم الحاج اتفضل. عامل ايه؟ اخبار ايه؟ ايه؟ طيب الانتيكيت يا جماعه إيه؟ بومبونيره. بصوا في ورقتي بومبونيره وانتيكيت فرداني، حاجات للنيش، حاجات للنيش وحاجات للمكتبه. عندي مفارش من الدولاب. ايوه بقى ويلا بقى. الحمد لله على السلامه يا باشا. سامع ان انت في حجه. تعالى يا باشا. اه سيبوا له حجه بقت ببلاش اليومين دول. طقم 16 قطعة. الطقم 16 قطعة يا جماعة بعد ما اتعرض، بس حاجة حلوة شغل يدوي. الناس اللي بتسأل على الشغل ده كانت بتسألني. شغل 16 قطعة بس حاجة حلوة نظيفة، شغل خرز نظيف تقيل. حاجة تحطها في النيش تشرفك، حاجة تحطها في النيش تشرفك. طيب هنقول مين اللي هيكسب معاه دلوقتي؟ دلوقتي تشوف المحل ستة يا جماعة الحمد لله، واللي بنقول عليه بنعمله. الشبكه ما بتدينيش صوت. عندك شغاله؟ شغال شغال. طيب اللايف تمام يا جماعه؟ في حاجه؟ اللايف تمام؟ طقم عمل الثاني الشبكه، عمل الثاني. عمل الثاني الشبكه معايا وحشه. التفاعل بسم الله ما شاء الله عالي شويه. انا قافل النت معايا. التفاعل بزين معانا. التفاعل يا جماعة بسم الله ما شاء الله. هختار حد كمان دلوقتي. هختار حد كمان دلوقتي. يا ست الكل وانت بتدعي من قلبك كده الدعوة الطيبة اللي شبه حضرتك الحلوة دي. ادعي لنا وشاركي. ادعي لنا وشاركي عشان خاطر تكسبي حاجة حلوة. حاجة من قيمتك. محل جاله زي الفل وحاجة حلوة وحاجة تشرفك. دمياط القديمة منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدلية جبة. اللي عايز اباجرات يشرفني، واللي عايز مفارش يشرفني. كان في ناس حاجزة معايا شغل يا جماعة، يا ريت تشرفني تتفضل تستلمه من الشغل الأسواني. والطقم العشر قطع والمفارش يا ريت بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك تشرفيني. الشبكة مالها؟ بعد إذنك أنا عايز مشاركات كتير. بعد إذن حضرتك وبعد اذن ست العرايس اللي معايا وبعد اذن المصمصين اللي معايا والمدام وست الكل وست العرايس. شاركي وتعبي ايدك بس دقيقتين ثلاثه، مش هتتعبي كتير يعني. تمام. عندي الشيالات المعدن موجود برضه. شيالات المعدن الناس اللي اول مره تشرفنا، الناس اللي بتسال المكان فين. محافظه دمياط القديمه شارع جويده على نصه الشارع بتاعنا خالد والي بتاع الجاتو. طيب المحل فيه مفارش اكتر من 13 14 طقم اشكال والوان. طقم 16 قطعه شغل يدوي، وعندي طقم عطيفه، عندي طقم عطيفه، عندي فضه وموف ذهبي وفضه في اوف وايت وذهبي في اوف وايت واوف وايت.
وفضي، وعندي دهبي ساده، عندي جميع الاشكال والالوان، عندي طقم 5 قطع مفرش كبير ووسط وثلاث قطع سفره وصالون وانتريه، سفره وصالون وانتريه، بس حاجه حلوه. طيب هنقول مين؟ هنقول مين اللي هتكسب معايا؟ الاستاذه ايسل خالد ست مفاريش هديه، ومش هنزعل لحد النهارده. بعد اذنك اللي بيكسب في المحل جاده، عارفين ان المحل سته، لما بقول مبروك مبروك عليك، مش هتنيها، بقول مبروك، تيجي تستلم الهديه في اي وقت. زي ما بتكسبي ما تخرجيش من اللايف، وزي ما بتكسبي شاركي حبتين ثلاثه، اعملي لايك على اللايف، وشاركي على صفحتك. القناه اسمها يحيى جاري مفاريش وانتكام، الشاب البسيط بتاع الغلاف. طيب طقم ال10 قطع، طقم ال10 قطع موجود بكل الوانه، طقم ال16 قطع موجود بكل الوانه. طيب الناس اللي بتسال، عرض الجوبلان شغال ومستمر، 50 جنيه، 50 جنيه يا جماعه. عند المعدن اشكال كتير مش شكل واحد. التائمة إلى الله ست مفارش هدية كمان، أنا عايز اللايف يعلى، أنا عايز اللايف يعلى، بعد إذنك يعلى معايا، هنكسب حد أسوان، هجيب لي واحدة أسوان، أي واحدة. هنقول ألف مبروك لمين؟ ألف مبروك لمين؟ الأسواني هتبقى من بخت مين؟ الأسواني هتبقى من حظ مين؟ اتفقنا يا جماعة مش عاجبني. عايز تكسبها يا باشا ولا إيه؟ اتفقنا يا جماعة والله ما عاجبني، مين اللي هيكسب الأسواني دلوقتي؟ مين اللي هيكسب الأسواني؟ مين يا جماعة اللي هيكسب دلوقتي؟ مين اللي هيكسب دلوقتي؟ مين يا جماعة اللي هيكسب؟ الشبكة بقت وحشة، مش عارف ليه. احنا حابين يا جماعة نصور يا عم معايا، بص عشان الموبايل النت جوه ضعيف. هو فيها بايظة في التصوير، عندك هتبان حلوة، أنا مش هتبان حلوة. طيب ارفع ايدك كده اهو. مين يا جماعة اختار حد دلوقتي مين اللي هيكسبها؟ ركزوا معانا حبة يا جماعة. محل جادو عندي مفارش ليزر مكرر، عندي مفارش ليزر مكرر، ما تيجي يا باشا تفضل في التعليم. مش عايز؟ اه والله. ما بلاش اللي ما بتهددش. ما بتهددش. وطي صوتك عشان اللايف. ولا انت ولا شيخ. وطي صوتك عشان اللايف يا فندم. تعالى يا حبيبي. خش خش جوه خش جوه. خش 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 خش. ينفع معايا طقم ليزر 3 قطع بس حاجة حلوة. طقم ليزر 3 قطع 3 طبقات. قول المؤمن ايه؟ أنهي واحدة؟ الذهبي ده الذهبي. دي؟ ما تجيبليش أسئلة في الوزن ده على كده؟ أه دي نزلها كده نزلها؟ أيوه أه هي دي أه. مبروك عليك يا باشا، ربنا يهديك. ده جديد اللايف؟ دي هدية اه. النهارده انا بنت اسكندرية. فين الكرتونة؟ كرتونة؟ اه. روح يا باشا نجيب لك الكرتونة دلوقتي، اتفضل عشان اللايف يا فندم. مش في كرتونة. حاجته يا جماعة بايظة وصيني. طيب طب ولا انت مصورها كده ده عليها؟ اه والله جميلة والله يا جماعة. بيقول لك عامل عليها. دي بايظة انت بتاخدها من الكروب. بيقول لك عامل عليها عرض ب 125 جنيه. مش كسبانه يا جماعه، ده شاريها والله عشان بس ما يديناش في ايديها. محل جادو كل جديد هتشوفيه هيعجبك. افرض يا باشا كده انت طالع ترند، والامبارح طالع ترند باللايف. افرض كده اسمها ايه دي؟ اسمها ايه يا فندم؟ علي صوتك عشان في ناس معانا، ناس معانا من اسوان بتحب الحاجات دي. اسمها طولها كام؟ بكام؟ ب
70 سنتي 5 سنتي دول هنجيبهم من البال 70 في مترين. علي صوتك عشان الناس بتحب تشوفك. محل جادو بيتباع ايه؟ انتيكات وحلويات. اللي عايزها من الحلو يشرفنا، اللي عايز الحاجات دي 10 جنيه. انت مكسوفه يا ماشي؟ اما اروح فين؟ عندي مفارش في الدولاب يا جماعه بس حاجه حلوه. عندي مفارش في الدولاب بس حاجه حلوه، حاجه تشرفك يا ست الكل. عندي مفارش في الدولاب اشكال كتير ورسومات. محل جادو تحت امرك. يحيى جاري ومفارش وانتيكات. كل اللي بتدور عليها هتلاقيه. كل اللي بتدور عليه هتلاقيه. الكلمه دي ب40 وهتقول جبت الكلمه معايا 3 مليون كده. علشان اللي ما شافش اللايف بتاع اول امبارح يشوف ده معانا. العنوان دمياط القديمه. دمياط القديمه. انا عايز منشن الاصدقاء. اللهم امين نور الدنيا. منشن الاصدقاء يا ست شركي بعد اذنك. يا ست الكل يا مهنسانه شركي شويه. بعد اذن حضرتك الاسواني ب 40 جنيه. كل ده بفضل الله موجود. كل الالوان موجوده. هنقول الف مبروك لمين دلوقتي؟ كنبه وثلاث مناديل موجود منها كم شكل؟ كم لون؟ كم شكل وكم لون؟ عندي اكثر من 10 قطع بتاعها. كل ده بفضل الله موجود. عندي البونبونيرا كريستال. اللي عايز حاجات حلوه يشرفني. اللي ما شافش الحاجات الحلوه دي يشرفني. طب هنقول الف مبروك لمين؟ الف مبروك لمين دلوقتي؟ يلا يلا اتك على المشاركات شويه. الناس اللي مشرفانا الفشوات دمياط اللي مشرفينا والله. الفشوات الفشوات وتجار مصر اللي معانا اللي مقدسينا اللي ما بيطلعوش الا في المناسبات. طبعا ايوه انت نمبر 1 طبعا ترند رقم 1. حل عم يحيى جادو على اجمالي. عنده طقم ال 10 قطع ب 150 جنيه. طقم ال 10 قطع ب 150 جنيه. شوف الواحد بعد اذنك. طقم ال 10 مفتوح اهو مفتوح مفتوح. طقم ال 10 قطع ب 150 جنيه. الخامه اللي هتاخديها من عندي افرشيها واتفرجي عليها. افرشيها واتفرجي عليها. كل الاشكال موجوده. كل الاشكال موجوده حبيبي. بنفتح من 10 صباحا بالدقيقه بفضل ربنا. وكل اللي هتيجي تدور عليها تلاقيه. كنبه كبيره وكنبه وسط واتنين فوتيه وست مناديل. كل ده بفضل اللي موجود. اتفضلي. اي حد محتاج حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم الرقمين شغالين على الكيف تحت امركم في اي وقت. موجود اسعار خاصه للجمله، موجود اسعار خاصه للاونلاين. كل ده بفضل الله موجود. التفاعل بسم الله ما شاء الله بدا يعلى معايا. محل جادو لو بتدور على مفارش وانتيكات حلوه يبقى لازم تشرفيني. الطعم ده ب 150 جنيه يا جماعه. وافرشيه واغسليه. افرشيه واغسليه. لو جرى له حاجه هاتهولي. مفارش للدولاب شغل خرج شغل يلو بس حاجه حلوه. عندي يلو وعندي لزق. عندي سعر حلو وعندي سعر نظيف. عندي حاجه اسعار. عندي حاجه عليها عرض ب 75 وعندي حاجه بفلوس اغلى من كده. حسب ما انت عايز. انت اللي بتنقي براحتك. انت اللي بتنقي براحتك. كل الاشكال دي موجوده. يا ريت التفاعل يعلى معايا. التفاعل يعلى معايا. الشبكه يا عم بس حاجه حلوه قوي. كل ده موجود بفضل الله موجود عندنا. كل ده بفضل الله موجود في محل جادو. ربنا يديمها نعمه. قريب جاي تشكيل حلو من الورد. تشكيل حلو هيبقى شجر وورد صناعي. احنا اللي بنصنعه وصنع ايدينا وحياه عينينا. كل ده هتلاقيه بفضل الله. تابعينا. تحياتي لحضرتك. يا رب يا رب عفوك ورضاك. تحياتي لحضرتك يا ست الكل. الشبكه مش حلوه. محل جادو دايما متميز. واي حاجه هتشرفينا
احنا علينا انت عليك مواصلاتك لو انت جاي من مكان بعيد، انت عليك مواصلاتك واحنا علينا انبساطك يا ست الكل. ولو انت جاي من مكان بعيد ونحاسب لك على مواصلاتنا حاسب لك تحت امرك والله. لو انت جاي من بعيد وقلت لي نحاسب لك على المواصلات عادي ولا يهمك. كل ده موجود بفضل الله في محل جاده. يا ريت نكون عند حسن ظنكم المحل موجود فيه تشغيل كامل متكامل من المفارش والانتيكات. الناس اللي كانت بتسال على الهندي، الهندي كسر النجف، الهندي كسر النجف يا باشا. اتفضل يا عمنا الهندي كسر النجف، بس حاجه حلوه تشرفك. محل جاده اي حاجه بتسال عليها تحت امرك. لما تتفرجي بس لازم تشتري، لازم تشتري. لو انت مجهزه عروستك وعايزه حاجه حلوه وبتفكه شرفين، لو عايزه حاجه حلوه ومتميزه برضه شرفين، لو عايزه حاجه قيمه وبسعر حلو تحت امرك في اي وقت. ممكن يا باشا تاخد جايب بس مجرون وانت واقف كده على المحل، وانت واقف بس كده حبيت تقرب. اتفاق اليالا كده يا جماعة بعد اذنكم، اتفاق اليالا كمان بعد اذنكم. موجود يا جماعة الفواحات، الفواحات اللي انا قلت لحضراتكم عليها. الفواحة دي تاتش تاتش، المروحة بتعلى وبتوقع يا جماعة، بتتحرك وتاتش من بتنور تاتش والمروحة تاتش. كل ده بفضل الله موجود عندنا. موجود اللون الخشب هنا والفضي والابيض والكشمير، كل ده بفضل الله موجود، كل ده بفضل الله موجود. يا جماعه نور الدنيا كسبت معايا ست مفارش، يا جماعه نور الدنيا كسبت معايا ست مفارش، نور الدنيا كسبت معايا ست مفارش. موجود الاسوان الساعات كلمة موجود بره. عندي الساعات يا جماعة هنا. جيت لعمل 10 جنيه. انا واحد جبت خمسة. يا نور الدنيا يا جماعة كسبت معايا ست مفارش. مسك التليفون يا مومي، التليفون يا مومي. ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا، ألف مبروك يا جماعة للناس اللي كسبت معايا من محل جادو. إدارة محل جادو متابعين. اللايف ابتدى أوضحها يا جماعة بإذن الله. الشغل اللي هيجي واللايف اللي هنعمله، اللي ما كسبش في اللايف ده والله هنكسبه. وزي ما بوعدكم مفيش حد بنقول له مبروك الا لما يكون كسب معانا، والناس كلها بتفرح يعني الحمد لله. يا ريت نكون عند حسن ظنكم. كل الاباجورات موجوده، كل الاباجورات موجوده اشكال مختلفه، كل الاباجورات موجوده اشكال مختلفه ورسومات مختلفه. اي حد محتاج اي حاجه تحت امركم. الوردة ابو 7 جنيه ونص موجود يا جماعة. الناس اللي كانت بتسأل عليه الوردة ابو 7 جنيه ونص موجود. الناس اللي كانت بتسأل عليه شكرا لزوجك يا ست الكل، شكرا لزوجك يا ست الكل. وضح الطبلات اللي هناك. قرب عليا انا حضرتك في كم نعم دي ب 40 مستورده.
قرب قرب عليها سنين. ايوه كده بس بالعقل بقى رايح جاي. جبتها خلاص وعايز احطها لي المستاذ. الاشكال السباسيه كده محطوطه جنب الشاشه. شغال من هنا السباسي برضه؟ لا لا انا اللي عاملهم في الورشه. ما شاء الله تمام حلو. ولو وزن البيت برضه خد لك واحده واثنين من دول. شوف بس اللي انت عايزه. عينيا لو عايز حاجه تانيه تاخد حاجه من دي تحت عمرو. شكرا لزويك صباحك رضا من الرحمن. شكرا لزويك استكروا رب نكون عند حسن ظنكم. اي حاجه يا جماعه محتاجينها تحت امركم والله محلكم في اي وقت اي استفسار. نعم 45 في تركي انا بصفيهم. دي بتتباع ب 65 جنيه عليهم عرض يعني. جبت يا باشا الشكل ده تكون برضه بس بالعقل كده. احسب له 5 دزم استاذ حاضر على دماغي ما تنامش التليفون. بصفيهم والله ما ولا مدمس عليهم. هات لي هات لي هات دول برضه غير ما يدق عليهم. عايز تطلع من الوجه وتخدم من بره ماشي. اتفضل شوف اللي انت عايزه. جيب لك حاجه يست الكل. تمام زي ما انت قرات المحل من بره كده. عدي شوفي لو عايزه اصونه بالمره ولا حاجه. دي 70 سم 70 في مترين. 70 في مترين. ارجع يا باشا عشان نختم. خلاص يا عيني.